مجموعة كشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية بأربعين عاماً على تأسيسها، حيث نظمت بازارها السنوية الذي جاء تحت رعاية السيد فوزي شنودة رئيس النادي الأرثوذكسي، واشتمل على أشغال يدوية وأعمال فنية بالإضافة إلى فقرات ترفيهية شارك بها جمع من المدعوين وأبناء الرعاية. أنا بتمنى لهم التوفيق والنجاح، لأنه هاي مجموعة كشفية قديمة، يعني هلأ بيحتفلوا بالأربعين سنة وإن شاء الله بيحتفلوا بالخمسين والمية. إحنا بنشجع المجموعات الصغيرة، الشباب والأشبال والجوالي والشبيبات، دائما هدول مستقبل البلد، فإحنا بنتمنى لهم الخير والتوفيق والنجاح وإن شاء الله عقبال الخمسين سنة والمية. وإحنا بنشكر كمان نور سات اللي دائما بتآزر وبتغطي هالنشاطات. مجموعة عمان أرثوذكس تأسست سنة 1964، ولازلنا الحمد لله مستمرين لهذا الآن، وبتعرف بجيل ورا جيل بطلع من وراء المجموعة.